أنا دلوقتي هسجل كل حاجة بالفيديو عشان لو في حاجة تخص سحر الأستاذ رأفت يتعرف عليها. أنا هطلع برا الأوضة دلوقتي بعد ما اتأكدت إن شيرين خرجت ومدام فريدة ومشهاب نايمين. أنا مش قلتلك 100 مرة ملكيش دعوة ببنات السكن؟ أنا مالي؟ أنا ماليش علاقة، واحدة انتحرت. أنت بتقولي لي أنا الكلام ده؟ أنا كنت عند مروة أخت تيتي الكوافيرة، كان عيد ميلادها. قلت أخرج أشوف الناس، كان بقالي كتير ما حضرتش حفلة. بس انبسطت قوي، قعدت أرقص وأغني لحد الساعة 3 الصبح. حتى سألي رجعت نمت. والبنت انتحرت بجد؟ قولي لأ، ليه لأ؟ انت ما شفتيش كمية شرايط البرشام اللي طلعوها من اوضتها؟ انت اكيد كانت مدمنه مش عارفه تعالج نفسها. وبعدين هي كاتبه انها انتحرت. هحاول اصدقك ولو ان انا شاكه ان الحكايه. هو مش ده المهم دلوقتي، هو المهم انه البنات قاعدين بره والظابط على وصول. عاوزني أكون موجودة. أنا عايزك جنب العمر كله، أنا مش عايزك تبعدي عني أبدا. بجد يا مروان؟ بجد نيلي أنا كنت عايز أقولك كلام كتير قوي من ساعة ما شفتك ابتسامتك اللي نورت حياتي كلها. نيلي أنا بحبك قوي. كنت قلت كده من بدري، كانت حاجات كتيرة قوي هتتغير. خلاص يا نيلي، مفيش حاجة هتقدر تفرقنا من بعض أبدا. انتي قدامي اهو، انتي عايشة اهو. مروان ما تيجي نروح نضرب كشري؟ انت لسه زعلانة يا صاحبي؟ معلش يا صاحبي، مسيرك يجي يوم وتنساه. يا ريتني قلت لها اني بحبها من زمان، هي قالت لي في حاجه كتير قوي كانت ممكن تتغير. وبعدين يا بنات، انا علاء وزوق بيطردوني في كل مكان ومش عارفه اعمل معاهم ايه. ما تخافيش، هما ما يعرفوش مكاننا هنا. انا برضو مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل؟ ما احنا طول عمرنا عايشين في مشاكل، ومشاكل مورانا في كل حته. صحيح، احنا المشاكل عايشه معانا زي الاكل والشرب. بقول لكم ايه، فاكرين لما كنا بنهرب من الحكومه ونستخبى في البيوت؟ وقال ايه البنت دي في مره شافت عفريت وراحت للظابط تقول له ايه امسكني والنبي اقبض عليا اقبض عليا لحسن انا خايفه اتعفرط.
بقول لك ايه، انت تكني هنا لحد ما ينسوكي. والله فكره، انا هقعد افتح فيسبوكي وانستجرامي واتسلى كده، ويا رب بقى ينسوني يا رب. طب والله هو ده الحل. حل؟ حل ايه يا بنتي؟ هقول لكم بعدين. لو سمحت يا ابو شاب، ممكن اشرب قهوة؟ طبعا، حاضر. نيلي كانت مين صاحبتها؟ ومين اللي كانت عايشة معاها في الأوضة؟ سماح كانت طالبة في كلية طب، بس مشيت، وبعد كده ما كانش في حد قريب منها معين، يعني كانت هي قاعدة في الأوضة لوحدها وصاحبتها بيروحوا لها. البنات بتيجي هنا اهوت على النوم، يا دوبك يناموا ويصحوا الصبح يروحوا كليتهم. انتوا بصحابها؟ ايوه يا فندم. تفتكروا هي انتحرت ليه؟ ما انتحرتش يا فندم، كانت بنت بتحب الحياه، بتحب المزيكا والرقص، وضحكتها ماليه الدنيا، يعني مستحيل تكون انتحرت. فعلا استحاله تكون انتحرت، دي كانت بتحلم تتخرج وتفتح صيدليه. طب تعالوا امضوا على المحضر. حاضر. تفضلوا انتوا. شكرا. اكتب يا ابني، اقفل المحضر في ساعته وتاريخه، ويتم استدعاء السادة المذكورين اعلاه الى قسم الموطأ لاستكمال التحقيق. اقفل. السلام عليكم. السلام يا ابني. باشا أنا قررت إن أنا أفتش كل البنات اللي موجودة في الدار، واللي هلاقي معاها برشام صداع هبلغ عنها، إحنا مش ناقصين مصايب يا باشا، مش كده ولا إيه؟ إيه؟ إن شاء الله. اتفضل، اتفضل. معقول اللي بيحصل ده؟ أنا بجد مش مصدقة. أنا كمان، مش قادرة أتخيل، هو ممكن الواحدة تجيلها حالة فجأة كده تكره فيها الدنيا وتتخلص من حياتها؟ ليه وانت مصدقه ان هي انتحرت؟ قصدك ايه؟ ما هي كاتبه ان هي انتحرت. ما هو ده اللي هيجنني، ازاي انتحرت؟ دي واحده كانت اخر حاجه عايزه تعملها انها تساعد على المرافقه دي تلاقي سحر، وبعدين دي كانت على طول بتتكلم عن مروان. هي بنتي دي كنا لما كنا بنبقى متضايقين كنا بنروح لها عشان نضحك ونفرفش. انا يمكن اكون شفتها مره او اتنين، وكنت بشوفها دايما مبسوطه وبتضحك، لكن صدقوني البني آدم اللي بيبقى بيضحك ومبسوط على طول بيبقى بيداري جواه اكتئاب وحزن شديد، ما بيحبش يوريه للناس، فعشان كده بيداريه بضحكته وانبساطه قدامه. يا بنتي اكتئاب ايه وحزن ايه؟ دي واحدة كانت بتحب الحياة، ده انا كنت كل ما اعدي من جنب اوضتها اسمع صوت الاغاني وادخل الاقيها بترقص وفرحانة. انتحرت ازاي بس؟ مش شرط، ساعات الحزن والاكتئاب بيخلينا نرقص او نغني عشان نخرج من الاكتئاب ده، بس ده ما بيخرجناش من الاكتئاب، ده بيخلينا نكتئب اكتر. أنا اللي هجنني إنها كانت عندي قبلها وما لاحظتش خالص وهي بتتكلم معايا إنها مخنوقة أو متضايقة، وأنا والله ما كنت سبتها خالص حتى لو كنت هبات معاها. يا بنات في الأول وفي الآخر ده أجلها، والكل أجل انكتاب، ربنا يصبر أهلها. الله يرحمها، صبر مامتها بابا. يا بنات أنا الحقيقة مش عارفة أقول لكم إيه، لكن أنا زي أمكم، اي واحده متضايقه من اي حاجه ولا جواها حاجه عايزه تحكيها تجيلي وتحكيها لي. انا مش عايزه في يوم من الايام الياس يوصلكم للانتحار زي نيلي. ليه؟ هو انت كمان مصدقه ان هي انتحرت؟ قصدك ايه؟ لو تعرفي حاجه قوليها. لا ما اعرفش، بس اوعدك اول ما اعرف اكيد مش هسكت. انا عارفه ان الموضوع صدمه علينا كلنا، بس هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا. ادخل. تمام يا فندم، تقرير الطبيب الشرعي. معقولة؟ في حاجة يا فندم؟ لا روح انت مصطفى. لا مؤاخذة يا فندم، في واحد اسمه مروان بره عايز يقابل حضرتك.
خليه يدخل. قول لي بقى مروان، معلوماتك ايه عن موضوع نيلي؟ انا هقول لحضرتك يا فندم على كل حاجه انا عارفها عن نيلي وعن الفيلا كمان. ما تغشش، انا شايفاك. العب مع اختك، ما تاخدش التفاح منها. جنونك جميله حياتي، انت عليك وعلى جمال شعرك يا روح. ايه ايه؟ لا استنى 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 استنى. ليه 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 سبتوني؟ ليه بتسيبوني لوحدي؟ ليه؟ ده انا بحبكم، سايبيني لمين؟ طب انا هفضل لوحدي ليه؟ ده انتوا روحي، ده انتوا النفس اللي بتنفسه كده كده بتسيبوني. طب انا مزعلتكم، حقكم عليا، سامحوني. قلت لكم كتير ان انا مش قصدي ازعلكم، من حبي فيكم يمكن، من خوفي عليكم. ده انتوا نور عينيا اللي بشوف بيه. فاكره يا نونا؟ فاكره يا حبيبتي ما كنا بنجري ورا بعض ونطلع على الجنينه واسبقك على المرجحه واتمرجح وتقولي انا الاول انا الاول، انت كبيره، وفي الاخر بمرجحك برضه، صح؟ ولا انت يا نور عيني حبيبي لما كنا نجري ورا بعض وتجري تجري 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 واجري وراك وتوقعني وتعورني، ولما اجي اصرخ عليك وازعق تاخدني بالحضن، حضنك يهديني. اعمل ايه طيب عشان ارجعكم؟ اعيش ازاي من غيركم؟ ده انا حتى السندوتشات، السندوتشات اللي بتحبوها كل يوم اعملها حشيها لكم بالجبنه بسطرمه وتاكلوا الحشوه واقول ماشي معلش. بس ده كان زمان، دلوقتي ما بتجوش. كل يوم اعملها ما تجوش، اعملها ما تجوش. لا لا، ما انا انام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم. هو ده يا فندم كل اللي انا اعرفه. كلامك بيودينا لمناطق كتير وبيأكد شكوكي، بس للاسف تقرير الطبيب الشرعي طلع وبيأكد انه انتحار. يا فندم أنا متأكد إن نيلي ما انتحرتش. نيلي مش ممكن تنتحر. عشان كده يا فندم أنا مش هسيب الحكاية كده تعدي وخلاص. أنا هفضل وراها لغاية ما أعرف إيه الحقيقة. لأن أنا حاسس بتأنيب ضمير جامد. المفروض كنت معاها وما سيبهاش.
انت يا جدع، انت اللي واقف هناك، انت يا جدع، انت اللي عمال تترقص، انت بتعمل ايه عندك؟ انت مجنون ولا ايه؟ هو انت بتكلم مين يا مروان؟ الراجل اللي واقف عمال يرقص هناك ده فين؟ ده الراجل ده هو راح فين؟ مكان واقف هنا دلوقتي. طيب يا مروان تعالى بس نريح كده وهدي نفسك. تعالى هدي نفسي يا عم، وانت شايفني مجنون؟ بقول لك كان في واحد هنا دلوقتي عمال يرقص هنا. تعالى بس يا حبيبي، تعالى هننام ونريح نفسنا، وبكره ان شاء الله نقوم زي الفل. تعالى بقول لك كان في واحد واقف دلوقتي هنا. مصدقك يا حبيبي، مصدقك، انا مصدقك. تعالى بس بقى، يلا. انت بتشغلني يا عمرو؟ انت مش مصدقني يا عمرو؟ بقول لك والله العظيم كان في واحد واقف هنا دلوقتي يا حبيبي. انا مصدقك، ما قلتش مش مصدقك. تعالى بس معايا هنريح، وبكره نقوم زي الفل. تعالى اهدى. اهدى بقى، اهدى. تعالى اهدى يا مروان بقى، تعالى. انا شايفه بعيني يا حبيبي، مصدقك. تعالى خش خش. Thank you.
لقيت الطبطبة. مساء الخير. مساء النور يا بنات. لو سمحت عايزين مدام فريدة أو الأنسة شيرين. اتفضلوا هاتيهم جوه يا أستاذ سعيد. البنات بيسألوا على المدام. تعال قرب كمان بس. عايزين ايه؟ عايزين المدام فريده او الانسه شيرين. انا الضابط سعيد رئيس المنطقه دي كلها. اوكي اتفضلوا. قبل ما تدخلوا لازم افتش شنطك عشان اشوف اذا كان فيها مخدرات ولا لا. شنط ايه حضرتك؟ على فكره انت بتتكلم مع ناس ولاد ناس على فكره. كلهم في الاول كانوا بيقولوا ان هم ولاد ناس لكن في الاخر طلعوا انا ناس. هفتش الشنط قدامي. ايه ده؟ بقول لك ايه، المكان تحفه قوي. معقوله ده ب 300 جنيه بس؟ بقول لك ايه، احنا لو لقينا اوضه فاضيه نقول لصفاء ورشا. صفاء ورشا ايه؟ احنا هنعمل جمعيه. بقول لك ايه، انا مش مستريحه، المكان ده فيه انه. ايوه عندك حق، لازم نجرب الاول، بس برضه المكان تحفه قوي. مش متفقله. شمال يمين شمال يمين شمال يبقى بس. ستوب بنتي هنا، ستوب بنتي هنا. استلمي حضرتك بنتين جداد بدل اللي اتحرقت واللي اتشنقت. ايه ده؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه. سعيد امشي انت دلوقتي. لا اسمحي لي، انا مش همشي غير لما اشوف شغلي. البنات دي لازم شنطهم تتفتش، مفهوم؟ وفي نفس الوقت لازم يكتبوا على نفسهم تعهد، لو عايزين ينتحروا يروحوا ينتحروا في وسط اهاليهم، احنا مش ناقصين مصايب هنا. سعيد امشي انت دلوقتي. انا هدخل اتعشى بس اخرج الاقيهم كاتبين التعهد وحضرتك مفتشه الشنط دي. عن اذنك. حضرتك احنا كنا حاجزين اوضه باسم نسمه وميرفت. انتوا نسمه وميرفت؟ احنا قريتوا تعليمات الدار؟ قريناها حضرتك وموافقين على كل حاجه. هتمضوا؟ هنمضي. تمام تعالوا عشان اوريكم الغرفه. اهلا 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 وسهلا. مدام فريده مامتي. فين ام شهاب تطلعهم اوضتهم؟ انا اللي هطلعهم. ها؟ يلا يا بنات. ربنا يستر بقى. خالتي خالتي. ايه انت كمان؟ ايه رايك في شويه الصور اللي بعتهم لك على الواتس؟ لا مفتح يا واد، بعت لي 50 صوره وهي قاعده على الكرسي في الجنينه. وهي راحت حته وانا ما صورتهاش. بس سيبك انت اعتمدتي على راجل. يا سلام. امال ايه؟ بقول لك ايه؟ في بنتين جم بدل اللي اتحرقت وكده. ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه بس والله الخوف كله ان هم يغرقوا في الحمام. ولا انا مش ناقصه غرموش غر هش 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 لك وجع. هناء كفايه عياط، انا كل ما اشوفك بتعيطي قلبي بيتقطع. بس انا صعبان عليها قوي يا حبيبي. اذا كان هي ما صعبتش على نفسها وانتحرت. لا يا هي مستحيل تكون انتحرت، بس انت ما تعرفهاش. انت واحده كانت بتحب الحياه وطول الوقت بتضحك، ازاي بس ما كانش باين عليها اي حاجه للاكتئاب دي؟ على فكره اغلب اللي بينتحروا ما بيبقاش باين عليهم اي حاجه. مش عارفة بس يا أحمد أنا. بصي من غير بس، إن أنت تفضلي في الحزن ده غلط عليك. في فيلم حلو قوي في السينما أنا عازمك عليه. أحمد مش وقته الله يخليك. مفيش مش وقته، أنا عازمك على السينما.
يلا يلا. حاضر. أيا مدام، عايزة إيه؟ عايزة شيري. يا حلوة، أنتي مش مصرية يا قطة؟ لا أنا مصرية. لا أنا أول مرة أشوف واحدة تتكلم مصري بالشكل ده، أكيد من دمنهور. You talk too much. يا نهار أسود، أنتي ملبوسة ولا إيه؟ What؟ لا مفيش وات، في الدين البيبر. عايزة شيري. مفيش شيري، بطاقتك البيبر. Oh my goodness. لا ما جوزنيش. عايزة شيري. إيه؟ ايوه دي بينها ملبوسه عليها. خلاص خلاص كمان. ستيوبيت ستيوبيت، البت دي بينها حبتني. انت مهبب ايه هنا؟ لا انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيحصل في المنطقه هنا. هو انتوا هتقلبوا المكان فندق وهتجيبوا اجانب وكده؟ ليه ان شاء الله؟ لا علشان اعمل حسابي. تعمل حسابك ازاي؟ لا اغير الهدوم الامن دي والبس هدوم تانية. تلبس ايه بقى؟ البس شورت وكات عشان لو اي واحد عايزه تنزل بسين انزل معاها. استيوبت يرحمكم الله. انت كمان استيوبت؟ بس انت خالتي ما تجوزليش. صباح خير يا فندم. اتفضل يا استاذ رافت. ازاي نيلي تنتحر يا فندم؟ الفيلا دي في حاجه غريبه. انا متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده. انت طلبت منها ايه بالظبط؟ بصراحه انا طلبت منها تدخل ايد شيرين وتدور على اي حاجه ممكن تساعد بيها بنتي. انا شاكك ان شيرين دي بتتاجر في الاعضاء. بتتاجر في الاعضاء؟ ايوه يا فندم، والبنت قررت ان هي تساعدني. وانا طلبت منها ان هي تصور اي حاجه تخص بنتي جوه الاوضه. بصراحه اتصلت بيها اكتر من مره بعد كده، تليفونها لقيته مقفول. اتصلت بمروان قال لي الخبر، ما صدقتش. هي فعلا انتحرت، تقرير الطب الشرعي اثبت ده. معقوله يا فندم نيلي تعمل في نفسها كده؟ اكيد في سر وهيفضل مدفون معاها. ادخل. صباح الخير. صباح النور. انا منى اعلام. وانا نسمه في التجاره. بصي، ودي بنت عمي ميرفت في تربيه القاهره. والله ده انا وهنا في القاهره برضو. ايه ده بجد بتهزري؟ لا ده احنا نروح نيجي مع بعض بقى. لو تعرفوا اللي حصل اليومين اللي فاتوا في الاوضه اللي جنبكم. ايه اللي حصل؟ كانت فيها سماح طالبه طب جالها فيروس جلدي فمشت، ونيلي طالبه صيدله انتحرت في اوضتها. يا نهار اسود، انتحرت ازاي؟ شنقت نفسها. استغفر الله العظيم يا رب، ماتت كفره يا ستي؟ ما حدش عارف ظروفها. والله دي كانت طيبه قوي وكانت بنت حلال، كانت زي القمر، بس احنا مش عارفين هي عملت كده ازاي. هي كتبت ورقه قالت ان هي انتحرت، زهقت من حياتها. ايه اللي انت بتقولي ده؟ هي اي واحده تزهق من حياتها تنتحر؟ ده انا على كده انا ونسمه بقى ابطال. ده انا بنتي طول عمري من وانا في اولى ابتدائي بطلع الاولى، تقولهاش بس الثانويه العامه حسب الله ونعم الوكيل هي اللي ضيعت احلامي. ده انا كنت متوقعين لي طب. ايوه فعلا عندها حق، وانا كنت شاطره في الرياضه قوي وكنت عايزه ادخل هندسه عشان اشتغل في شركه المايه اللي عندنا في البلد، وفي الاخر دخلت تجاره. ما انتحرتش يعني؟ والله لو كنت شفتها واتكلمت معاها استحاله تقول انها ممكن تنتحر في يوم من الايام. بقول لك ايه، انا قلبي اتقبض من ساعه ما سمعت كلامك دوت. صعبت عليا والله. عرفتي ليه هنا بقى؟ عرفتي ليه هنا السكن رخيص؟ انا مش فاهمه حاجه. هي فاهمه. بقول لك احنا ننزل نشتري حاجات تيجي معانا؟ لا ميرسي قوي، انا شويه كده هنزل اتغدى. يلا بقى استاذنكم. اتفضلي اتفضلي. بتقول لك انتحرت. هانت خلاص، واخيرا تبقى الفيلا بتاعتي، والمجنونة دي تحصل ابوها. غبية زيه، كان اكبر عقبة في حياتي، ودلوقتي هي بقت العقبة الوحيدة. لكن غرورها هو اللي هيوديها في داهية. خليها، ما هو برضو كان مغرور ومتكبر وفاكر ان مفيش حد اذكى منه. لكن على مين؟ ده
هتأمرك فندم تومر بحاجة تاني؟ روح انت. البنات بتنزل منه، طالعين الحمام، رايحين المطبخ، نازلين خارجين. انا دلوقتي في طريق الاوضه الغريبه. يعني مش هتتغدي معايا معقولة؟ أخرج أنا أتغدى؟ ماشي يا ستي عيشي، سلميلي على أحمد كتير. يا صباح الفل يا نجمة. صباح الورد. عاملة إيه؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ أنا الحمد لله زي الفل. وأخبار مسلسلك إيه؟ أهو ماشي تمام، ما تيجي معانا يوم. بجد؟ أنا نفسي قوي. آه طبعًا ينفع، ما ينفعش ليه؟ معلش كنت عايز أسألك سؤال. اتفضل. ما تعرفيش نيللي عملت لي كده؟ بصراحة مش عارفة. هو الموضوع غريب قوي. طيب. عايز اقول لك ان مروان من ساعه اللي حصل نفسيته تعبانه قوي. كلنا نفسيتنا تعبانه، بس هنعمل ايه؟ بنحاول نهون على نفسنا. محدش عارف ايه اللي وصلها لده. للاسف لا، اصلنا مش اصحاب قوي، يعني بنتقابل كل فتره كده نسال على بعض ونطمن على بعض، وهي عمرها ما اشتكت من اي حاجه. طب انا مش هعطلك بقى، انا هستاذنك، انا كنت رايحه اتغدى. لا لا لا، دي مش حاجه مهمه. انت اصلا بنت حلال، انا رايحه اتغدى، تيجي معايا؟ طب ومروان مش هيتغدى معاك؟ مروان ايه دلوقتي؟ مروان اكيد اتغدى، ده انا هعزمك على عزومه كشري. ايه انما بالكبده، تعالي يلا بقى. ماشي. ده كشري يعني؟ انا بموت في الكشري على فكره، بحبه جدا. انا اكتر على فكره. انا مش عارف ازاي هي عملت كده، انا حاسس ان هي اتقتلت. اتقتلت بس ازاي؟ اتقتلت ازاي يا استاذ رأفت؟ صدقني الفيلا دي وراها سر خطير جدا. انا فضلت اطقص ورا الراجل اللي اسمه موسى دليل اللي اشترى الفيلا، اختفى ما ماتش. وفريده مش ام شيرين، دي مرات ابوها، وشيرين كان لها اخت تانيه اسمها شريهان، اختفت هي وابوها. وصاحب الفيلا واحد اسمه شهاب، كان متجوز وعنده ولد وبنت، وامه كانت عايشه معاه، باعوا الفيلا واختفوا. شهاب في ايه؟ اصل في واحده شغاله في الفيلا اسمها ام شهاب، بس انا ما اعتقدش انها هي. مش هم كانوا اصحاب الفيلا؟ هم خدوا ثمن الفيلا وراحوا منطقه ثانيه، بس الغريب ان شريهان وابوها اختفوا، بس ساب فريده عايشه مع شيرين، والاثنين عايشين مع بعض، والناس كلها عارفه ان دي امها. عشان كده دايما في مشاكل ما بينهم. أنا مش هسكت غير لما أوصل للحقيقة، وخصوصا بعد اللي حصل لنيلي. الله يرحمها. طب أنا مطلوب مني إيه يا أستاذ رأفت؟ تساعدني. ساعدك إزاي بس؟ أنا عايز أقول لك اليوم اللي انتحرت فيه نيلي الله يرحمها، اليوم ده جت شيرين وقالت لي أنت لازم تسيب الفيلا.
وانا بس كنت قاعد عشان مستني ابويا يرجع من السفر، وهو رجع يعني انا دلوقتي ماليش مكان في الفيلا. طب والحل؟ أنسة شيرين، عم ريحان جاب لحضرتك الطلبات اللي انت طلبتيها، وفي واحدة اسمها صابرين عايزة تقابلك. مين صابرين دي؟ مش عارفة، بس هي معاها شنطة فأعتقد عايزة أوضة. طب سكنيها في أي أوضة وقولي لها قوانين الدار. حاضر، أي أوامر تانية؟ شكرا. عفوا. ما صاحبش الفاره فير، حتى لو راكبين اتاري اتاري الدنيا اتاري تاتاتي ربات. شكرا قوي يا عمرو على العزومه دي، انا فعلا كنت محتاجاها قوي. لا دي اقل حاجه عندي، كلت كشري وشربت عصير، اظن فل قوي كده. متشكرين يا سيدي على كرم اخلاق سعادتك. لا ده انا عشان بس لما تبقي نجمه كده تفكري ان خيري كان عليك. عموما يعني هبقى اعزمك عشان ما تقعدش تذلني تاني. يلا سلام. سلام يا أستاذة، يا برنسيس، 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 أوكي. النجم كان فين؟ كان عندي تصوير يا سعيد. نجم يا ابني، نجم، نجم، النجم. عارف. بقولك إيه، اعمل حسابك، حنة ابن أختي الأسبوع الجاي، وأنا قلت له إن أنت جاي. والله يا سعيد أشوف جدول مواعيدي. لا، أبوس إيدك، ده أنا معشمهم. أقولك على حاجة، حدد أنت اليوم وانا هخلي حنة ابن اختي في اليوم ده. لا اذا كان بقى انا احدد تصبح على خير يا سعيد. وانت بالقال يا نجوميه، مشينا صح مش عاجب. ايوه والغلط مسكتنا يا سعده. على ايه بترفع الحاجب؟ هي شيرين فين؟ اوضتها. الحريدي يا خالتي، الحريدي في ايه؟ انا جوعت. الله يخرب بيت شيطانك، انت مش لسه واكل؟ انا بقالي ساعتين ما اكلتش يا خالتي، حرام عليك يا خالتي، انا بحترق لاجلكم بالساعات بره، حرام عليك. انا جوعت، انا جعان يا خالتي. خلاص اهمل اسكت. ام شهاب نعم، اعملي له طبق فته. هو ده الكلام؟ عيش بالميه. هو انت ليه مصممه ان انا فرحه يا خالتي؟ هش طرت الهش. هش حسبي الله ونعم الوكيل. انا باليوم اديت هنا وانا خسيت النص والله يا ابو شهاب. انا عايز شندويش لحمه يا ابو شهاب. حاضر يا حبيب، هعمل لك شندويش لحمه. بجد؟ ربنا يخليكي ليا. روحي يا لا ما تروحيش، يلا اعملي لي الشندويش بسرعه. انتوا مش مستعجلين ولا حاجه؟ احمد بيقول ان الشقه خلاص جهزت، فليه نستنى؟ احنا بس لسه قدامنا على الشهر اسبوعين، وانا بكره جاي المنصورة، هو هيوصلني ويرجع، فلما نيجي نبقى نتكلم. هم يا حبيبتي انا مش هعمل اي حاجه من غير انت ما تكوني موافقه. ماشي يا حبيبتي، تصبحي على خير، باي. قولي لي بقى ايه حكايه السفر فجاه دي؟ والله احمد مستعجل وهو اللي عايز كده، بيقول لي الشقه خلاص جهزت. طب على الاقل استني بعد الامتحانات اخر الترم. مش هينفع يا منى، بصراحه انا زهقت من العيشه في المكان ده، وبعدين مصاريفي بقت كتير قوي. تيتا معاش بتاعها ما بقاش متحمل المصاريف ولا العلاج، انا بقيت احس ان بتوفر من علاجها عشان تديني اصرف. فخلاص بقى ما دام الشقه جهزت ايه اللي هيخلينا نستنى؟ انت عارفه انا لازم ارجع المنصوره عشان الكوافير والفستان، الحاجات دي بتاخد وقت، ما فاضلش غير اسبوعين بس. الف مبروك يا حبيبتي، ولو اني هبقى لوحدي من غيرك. يا سلام، انت مين قالك الكلام ده؟ انا هاخدك تعيشي معانا، مش هسيبك هنا. انا واحمد اتفقنا خلاص. يا سلام، لا طبعا ما ينفعش، انت بتهزري. عموما يعني انا مش هسيبك لوحدي، لو عايزين اسافر معاكي هسافر. لا يا ستي خليك انت، خلصي الكليه، مش هبقى انا وانت ضيعنا الترم. بتعالي بس قبل الفرح باسبوع. انا فرحانه قوي بجد. بس انت عارفه اكتر حاجه مزعلاني ايه؟ ايه؟ تيتا مصممه ان هي ما تجيش تعيش معايا. بس على مين؟ انا هاخدها،
واحمد مصمم كمان انه ياخدها تعيش معانا. يعني انت مش عارفه جدتك ما تعرفش تنام الا على سريرها وما تعرفش تشرب لبن الا من الست ام سالم بتاعه اللبن. يعني ام سالم بتاعه اللبن لو ماتت مش هتشربه ابدا. لا ده انت زيتي اهم حاجه جورنال الجمهوريه اللي الراجل يعني بيتعذب عشان يجيبه لها. في حد لسه بيقرا جرايد؟ ستي بس. فاكره لما اتاخر عليها قعدت تتخانق معاه قد كده وقال لها حرام عليكي يا حاجه انا بجيلك مخصوص عشان خاطر ابويا. طب انا اقوم اخد دش بقى احسن انا مش قادره وعايزه انام. قوم يا اختي. تصدق ان انت بالحلال؟ انا كنت لسه هكلمك حالا. عسكري. تمام يا فندم. في حد دخل اوضتي؟ محدش دخل يا فندم. ولا خرج منها؟ فندم انا واقف الصبح محدش خرج.
اجي من هنا زحمه اروح هنا زحمه هنا او هنا زحمه زحمه يا دنيا زحمه زحمه يا دنيا زحمه ايوه يا ميرو ايوه 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 زحمه ولا عادش رحمه مولد وشعره غايب لا 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 نكش الفراخ انا ما يعجبنيش عايز شغل احسن من كده بقول لك يا سعيد الله يبارك لك انا مش طايق نفسي انا مش لاقي حاجه اعملها قلت اجي راسي فيك شويه راسي فينا ماشي يا عم سعيد اشتغل بذنبه ايه ده ايه ده, إيه ده؟, إيه ده؟ عمي عمي ابويا ابويا مالك فيك ايه جرالك ايه انت كويس عم ريحان اكيد ما افطرش الحمد لله الحمد لله طب حد يجيب له اي حاجه يا جماعه طيب ولا طب قوم معايا قوم معايا على المهد ايه يا جماعه في ايه في ايه طيب ماشي يا ريحان فيك ايه اتصل بالاسعاف لا 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 الحمد لله هبقى كويس هبقى كويس يا ريحان ما ينفعش اللي بتعمله ده انت لازم ترتاح لك يومين ثلاثه انا هروح لام شهاب ده اجيب له عصير وسندوتش طب خليك مرتاح اليومين دول وانتوا خليكوا معاه ولو محتاج يروح مستشفى انا ممكن اوديه ربنا يخليك يا هاني تخيرك لو احتجت حاجه يا عم ريحان بلغني ربنا يكرمك يا هاني انت كويس دلوقتي يابا الحمد لله يا عمي خضتنا عليك وقلقتنا انا عارف انك بتتدلع عشان عايز تقعد يمين على البحر طب قوم معايا قوم معايا قوم معايا لا 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 انا عارف ابويا عايز ايه انا هنزل اجيب لك اكله سمين من السيده هترم عظمك كمان عارف انك بتحبها قوي ايوه يا ولد مروان انا عايز اكله سمين سمين لا لو على السمين بقى ده انا هنزل اجيب لك بنفسي واجيب لك شوربه الكوارع ترم عظمك تعال يلا حبيبي تعال ريح جوه شوية تعال تعال على مهلك على مهلك هناء هناء الو ايوه يا استاذ احمد هي تقريبا في الحمام لا هي مجهزه نفسها اول بس ما حضرتك توصل رن عليها وانا هبلغها ميس مع السلامه شوف راحت فين البت دي تختفي كده واحد يقعد يدور عليها هناء 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 اصحي يا هناء هناء يا هناء في ايه انت ايه اللي نايمك هنا الساعه كام الساعه كام ساعه ايه ايه اللي جابك هنا ايه ده انا ايه اللي جابني هنا انا جيت لقيتك هنا منى ايه انا امبارح سمعت صوت نيلي والله العظيم ودخلت اشوفها ما لقيتش حد بسم الله الرحمن الرحيم انت هتخوفيني ولا ايه ايه ده انتوا ايه اللي جابكوا هنا ابدا اصل ابدا اصل احنا لقينا الباب مفتوح فقلنا اكيد الاوضه سكرت ولا حاجه الاوضه هتتبيض الاول وهتسكن اخر الشهر طب يلا بقى يا هناء عشان تلبسي استاذ احمد زمانه جاي هنتاخر ايه ده ايه ده ايه ده لا 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 حرمت قلبي انت وشك مخطوف خالص انا هاخدها اوضتي اغسل لها وشها واروقها وبعدين ابقى اجيبها لك تعالي يا حبيبتي خشي يا حبيبتي تعالي تعالي
ايوه يا استاذ احمد، هي في الحمام. طب يا ريت تبلغيها ان انا واقف قدام الباب. لا خلاص انا هروح استعجلها، معلش اصلها كانت بتلم حاجتها. 10 دقايق بالظبط وهنكون جاهزين. طيب ماشي، مع السلامه. ماشي اوكي، مع السلامه. هي بقى لها كتير قوي، احنا كده هنتاخر. طب بقول لكم ايه، تعالوا نروح الحمام اللي فوق شكله فاضي. بنتي انت جديده هنا معانا صح؟ اه انا صابرين كليه نصم ومعلومات جامعه القاهره. بقول لكم ايه، طب يلا والنبي بسرعه. يلا هناء، هناء مالك فيكي ايه؟ هناء ايه ده؟ هو انت اللي عمل فيكي كده؟ ايه ده، في ايه؟ مالها؟ مالك يا هناء، في ايه؟ هي بس شوية صداع، ما بتنامش كويس. تعبانة يا حبيبتي؟ اه هي تعبانة، بس هتنام كويس وهتبقى كويسة. يلا بس نطلع دلوقتي. يلا احمد استني، ده كله بره. هناء مالك؟ حبيبتي هو ايه اللي عمل فيكي كده؟ هناء مش عارفة اعمل ايه. هناء فيكي ايه؟ وحشتيني قوي يا شوشو، مالك في ايه؟ مالها يا منى؟ مفيهاش حاجه كويس. مفيهاش حاجه ايه بس، ما تبصي تحت عينيها اسود ووشها اصفر خالص، لازم تروح المستشفى يلا. لا لا هي بس ما نامتش كويس، هتبقى كويسه ان شاء الله. خلاص تعالي نامي في العربيه لحد ما اوصل المنصوره واجيب لها الدكتور على طول. يلا. هي ما تردش عليا ليه؟ مفيهاش حاجه، هتبقى كويسه. تعالي يا حبيبي تعالي. تعالي هات الشنطه. حبيبتي يا هناء خلي بالك من نفسك، اسبوع بس وهحصلك ان شاء الله، هتبقي كويسه يا حبيبتي زي الفل. علي من البن بتاعي، قهوه مظبوط لمحمود بيه وقهوتي. تمام يا فندم. يلا. وحشتني حسين بيه، اندهشت من كلمتك وعزمتك على القهوه ليه؟ بس انت عارف غلاوتك عندي.
مع ان انا عندي قضيه قتل مشغول فيها من امبارح واتمايه قفلت خلاص. انا عارف ان انا المفروض ان انا اللي كنت اجي لك المكتب، بس انا كنت عايزك في موضوع مهم. حبيبي حسين بعيوني ليك. قضيه نيلي خلصت انتحار، بس انا اكتشفت فيديو على موبايلها كانت بتصوره وهي داخله اوضه صاحبه الفيلا علشان تكتشف دليل. اتفضل. وده سلم الفيلا اللي البنات بتنزل منه، طالعين الحمام، رايحين المطبخ، نازلين خارجين. انا دلوقتي في طريق الاوضه الغريبه. هو ده باب الاوضه الغريبه اللي انا قلت لكم عليها. عايز تقول ايه يا حسين بيه؟ في خيال ظهر وراها في الخلفيه، وده بيؤكد الشبهه الجنائيه وان في حد دفعها للانتحار. ده مش دليل، خصوصا ان الطب الشرعي اثبت انها بتاخد حبوبها الوسم. البنت دي اتقتلت ازاي؟ طلعت وشنقت نفسها وربطت الحبل حوالين رقبتها كده. طلعت على الكرسي، طلعت على السرير. طب ازاي حضرتك بتقول انها واخده حبوبها الوسم؟ يعني متخدره. الموضوع ده في حلقه مفقوده يا حسين بيه. القضيه دي اتقفلت نهائيا، واهلها استلموا الجثه ودفنوها. البيت ده فيه حاجه غريبه، انا عايز اذن تفتيش علشان اوصل للحقيقه. هات لي دليل واحد مادي وانا اديك اذن بالتفتيش. الموضوع فيه لغز كبير قوي وانا هوصل. اهلا اهلا
اسم الله يا حبيبتي وحشاني. ايه ده مالها يا احمد؟ في ايه؟ مالها تزعلين مع بعض ولا حاجه؟ لا خالص، بس طول الطريق ساكته. منى بتقول ما نامتش من امبارح. لا لا انا بنتي فيها حاجه، بنتي مش طبيعيه. في بنتي بنتي تعالي، مالها يا احمد؟ هي طول الطريق ساكته ما بتتكلمش، مش عارف مالها. لا 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 ايوه انا من امبارح وانا قلبي مش مطمن، انا قلبي مش مطمن، بنتي فيها حاجه. افتحي يا حبيبتي افتح، تعال اكسر الباب لما تيجي تعمل في نفسها حاجه. يا هناء افتح اكسر. حبيبتي بنتي اسلتها كويس يا اخويا، اسلتها كويس يا حبيبي. هات هنا عسل، هات عسلين. بنتي بنتي مالها حبيبتي بنتي؟ هناء يا بنات يا بنات، جايبه لكم معايا شويه ميك اب، انما ايه عسل عسل بجد. بتهزري؟ اه والله. وريني طب بسرعه. استني شوفي شوفي وريني. ايه ده؟ ايه ده؟ شوفوا حاجات حلوه قوي، تحفه تحفه. إيه على فكره الحاجات دي مستعمله. ايه مستعمله دي يا اختي؟ انت عارفه الحاجات دي جايباها منين؟ من عند كوافير كبير قوي قد الدنيا، اللي بيعمل النجوم، عارفه هيفاء وهبي ونسي عندهم؟ ايه الحاجات دي بتاعتهم؟ الله دي تحفه. بتتبقى بقى ايه؟ الحاجات دي بتتبقى عنده كده وانا باخدهم منه بسعر رخيص قوي. يا سلام والنعمه. بتبيعهم جمله بقى؟ ايوه بسعر الجمله. عارفه ده بكام؟ اللي عاجبك ده؟ بكام؟ ب 20 جنيه. بتهزري؟ والله العظيم. واللي في ايدك دي قولي بكام؟ كام؟ ب 20 جنيه برضه. لا بتهزري؟ اه والله. يا حلوه قوي، تحفه تحفه تحفه، هيعجبوك قوي. بقول لك ايه؟ ما تقولي تجربيها قدام ان هي احسن. عندك حق. دي بتطول الرموش جدا. وانت ايه؟ يلا يلا روحي انت كمان جربي، هتعجبك. استني بس اللون ده. استني يلا هجرب الرموش ده كمان. اني ده بتقول لك ب 20 جنيه. حلو قوي، تحفه تحفه عليكم يا بنات، والله تحفه تحفه تحفه. حلي عليك امارات. بصي بقول لكم ايه يا بنات، انا تعبانه قوي وخلاص بقى، انا عايزه انام. بصوا انا هسيب لكم الحاجات دي، اختاروا منها اللي انتوا عايزينه وبكره نتحاسب. ماشي اوكي. بصي انا هشوف كده وهنشوف هناخد ايه واقول لك بقى. ماشي. لو على فكره لو خدتوا حاجات كتير انا ممكن اقسطها لكم. ها فعلا؟ والله حلوه الفكره دي. بكره نتقابل بقى. بصي انا هقول لك دي حلوه قوي. ده تحفه حبيبتي. بس بالراحه يا حبيبتي. سوري. استني يا هناء. طب بس هيا بص. طب هناء يا حبيبتي هيكشف عليكي بس ما تخافيش يا حبيبتي. ايدك يا هناء. اه بس انت شوف ايديكي يا حبيبه قلبي. لا لا يا قوي يا ام هناء. مش عارفه بنتي بقى، مش عارفه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. انت سلام. بالراحه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا قلب ام. ثواني ثواني. بنتي 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 بنتي. تعالي يا مالها يا دكتور؟ مالها يا دكتور؟ خير ايه؟ انا مش شايفه بنتي فيها خير. بسم الله يا حبيبتي. الله اكبر الله اكبر. تعالي يا تعالي. فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه يا دكتور؟ قولي. خير ان شاء الله. تعالي اتفضلي ورايا. اتفضل. بسم الله يا حبيبتي. تعالي يا استاذه ورايا. حاضر حاضر حاضر. تعالي ورايا. خير يا دكتور؟ طمني. خير يا دكتور. في هذا سايكيك تروما. سايكيك تروما؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. الدكتور بيقول عندها انهيار عصبي. يا ستي السودا جالها منين؟ ده زي الفل، ده فرحها اخر الشهر يا دكتور، وكانت مبسوطه وحلوه. لا 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 اكيد البنت جرى لها حاجه. ازاي؟ اهدي بس يا ماما، نفهم. اهدي بس يا جماعه. الانهيار العصبي ده مرض بيصيب اي حد، بس يعني ضغوطات حياه مش اكتر. هي فعلا عدت بظروف مش كويسه، واحده صاحبتها انتحرت وهي كانت متاثره قوي باللي حصل ده، بس انا ما سبتهاش، انا فضلت معاها لحد ما بقت كويسه، لحد ما هي قررت تسيب السكن اللي حصل فيه الواقعه دي. احنا فرحنا كان اخر الشهر يا دكتور. يبقى هي اكيد جواها مش قادر ينسى صاحبتها اللي انتحرت. عموما انا كتبت لكم على مهدئ. اه وفي الدكتوره نجاة المختار، دي افضل دكتوره تقدر تعالج هناء وتساعدها. عامه هي عيادتها في القاهره. طيب. وانت برضو بيخلي احمد ياخد هناء ويروح لدكتوره نجاة. شكرا. تمام. شكرا يا دكتور، وربنا يطمنكم عليها ويشفيها ان شاء الله. يا رب. يعني هتبقى كويسه يا دكتور باذن الله يا امي، ولو احتجتوني في اي وقت انا تحت امركم. شكرا. بعدك يا دكتور. مع السلامه يا ابو احمد. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. ربنا يكرمك. مع السلامه. مع السلامه.
بسيط. ازاي بسيط؟ بسيط ان شاء الله. يلا عيش حبيبتي. يا رب. بسرعة بسرعة. يلا يا حبيبتي تعالي يابا تعالي. يا لا البنت بعدها ولا هتكلم الشخصية الشخصية. حبيبتي لا يا لا يا بنت حبيبتي اصبر حبيبتي. البنت مقصودة البنت مقصودة. بس يا حبيبتي بس بس يا لهوي يا لا بس يا لهوي البنت يا يا بنتي يا بنتي انا حاسه انها وقعت منك في الكليه. يا بنتي انا اول ما دخلت قلعتها حطيتها هنا يا دوب نمنا صحينا ما لقيتهاش. ايه اختفت؟ يكونش الست اللي اسمها ام شاب دي دخلت واحنا نايمين وسرقتنا؟ يا سلام. يعني هي دخلت وخرجت واحنا نايمين وما حسيناش؟ امال راحت فين؟ اكيد وقعت منك يا ستي ربنا عوض عليكي. انت عارفه ان بابا جابها لي لما نجحت في الثانويه. كنت بحبها قوي. دي ب 250 جنيه يا ستي. بكره تشتغلي تجيبي احسن منها. شفتي كده دي والنبي الساعه تعمل لها كام؟ الساعه دي تعمل 20 جنيه. عشرين جنيه انا بعتها. خدي يا راجل لما صدقت. خد هات ال 20 جنيه. 20 جنيه هبقى. طب تعالي تعالي ما تزعليش. جدعانه مني ليه كوبايه شاي؟ شاي؟ لا لا اعملي نسكافيه. انا بحب النسكافيه. احلى نسكافيه اللي الحلوه. صابرين حصلت من هي صابرين. بتفكر نفسك هتطلبي مننا ولا ايه يا صابرين؟ بقول لكم ايه انتوا عايزين مني؟ انا مش هعمل اللي انتوا عايزينه ده. اه ده بنت انت بنت تسمع الكلام. هتعمل اللي انا عاوزه ورجلك فوق دماغي. اهدى علاء. هتعمل اللي احنا عايزينه. مش هتعمل ازوق. اسمع مني هتعمل. ماشي بس انا عايزه فلوس دلوقتي. مش تقولي كده من عيني. 200 لحلوحه وهنتقابل بالليل واديك عنوان الفيلا وابعتك البواب اللي انا اتفقت معاه. اتفضلي. بس اوعي تفكري دماغك تبقى كده ولا كده. هتلاقي نفسك كده. بقول لك يا مروان ما تيجي نروح الاستوديو ونرجع نبقى نكمل. ماشي روح انت غير هدومك وانا هلم الخرطوم واجي وراك. الحاني
فيك يا عم؟ مالك؟ فيك ايه؟ الضفدع جت تاني. ضفدعت ايه؟ الضفدعة، الضفدعة ايه؟ يا ضفدعت ايه؟ الضفدعة اللي انا شفتها قبل كده. ايه ده؟ الحق يابا، شوف لقيت ايه؟ لازم الفيلا دي كلها تبقى باسمي. يوه، اتصرف. اتفضلي. هو مش غريبة انك بطلت تطلبي فلوس؟ هعمل بيها ايه؟ مش عايزاها. ايه ده؟ للدرجة دي؟ هو انت بقى معاكي فلوس وانا معرفش؟ الحمد لله. معايا الستر يا مدام. على العموم لو احتاجتي فلوس في أي وقت تعاليلي. ما تنسيش أنا اللي بقيالك هنا مش حد تاني. عاوزة حاجة يا مدام؟ أنا شخصياً مش عايزة حاجة، لكن أنت اللي هتعوزي. الحمد لله بعد ما خدت الدواء نامت. الحمد لله. انا كلمت الدكتوره نجات وهي قالت لي ان انا لازم اخد هناء وانزل على مصر على طول عشان تكشف عليه. يعني لو احتاجت تدخل مصحه يوم يومين نبقى هناك. مصحه؟ مصحه ايه؟ لا 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 لا، انت بتقول ايه يا احمد؟ بنتي انا تخش مستشفى المجانين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش ولا يمكن يحصل ابدا. مش مستشفى مجانين يا امي، دي مش مستشفى مجانين، دي مصحه. هتروح تقعد يوم يومين هناك تهدي اعصابها بس وتعرف تفكر وتبعد عن كل الضغوط اللي هي فيها دي. لا بقول لك ايه بقى، انا كلمت الشيخ سيد راجل مبروك وهيجي لنا ان شاء الله بعد العشاء وهتبقى زي الفل. يجي بس زي ما تقول البنت ايه، محسوده إيه، واخده عين. طيب خلاص انا ممكن انزل اجيب الدكتوره نجات واجي لحد هنا وابقى ارجعها تاني، بس المهم هناء لازم تبدا علاج بسرعه جدا. ايوه صح، ايوه صح يا حبيبتي يا بنتي. والله ما عارفه ده جالها منين. اهدي بس امك يا حبيبتي. اهدي يا ست الكل، ان شاء الله تبقى زي الفل. هي صاحبتها بس لما انتحرت ده اتاثرت شويه، ما انت عارفه هناء قلبها ضعيف يعني. ايوه يا اخويا قلبها ضعيف وحنينه ورقيقه، دي ما بتقدرش تشوف نقطه الدم، ده لما جت فرخه ما تقدرش تقف. انا عارف انا عارف، ان شاء الله هتبقى زي الفل وانا مش هسيبك ولا سيبك. يا رب يخليك. خلاص انا هعمل التليفون بس واجي لك على طول. طب ماشي يا اخويا، ماشي يا حبيبي، ربنا يكرمك يا ابني يا حبيبتي يا ابني. الو. ايوه منى، الدكتور بيقول ان هنا عندها انهيار عصبي. ايه ده بجد؟ ازاي؟ دي كانت فرحانه وزي الفل. انا خايف موتن اللي يكون لسه مؤثر عليها. لا طبعا ما اعتقدش، فات على موتها فتره طويله جدا وبعدها كانت فرحانه وكويسه، وانت بنفسك كنت معاها. مش عارف، بس من ساعه ما ركبت معايا العربيه واحنا جايين وهي ساكته ومسهمه كده ما بتتكلمش ولا نطقت ولا كلمه، بعدين لما وصلنا هنا عماله تصوت تعمل حاجات مش فاهمها. الدكتور قال ان عندها انهيار عصبي. يا حبيبتي هناء، معقوله؟ طب ازاي ما تحكيليش ده كله؟ انا هلم هدومي وجايه في اول قطر. يا ريت اول ما تيجي بس تقنع جدتها ان هي تسيبها عشان تنزل معاها القاهره، الدكتوره لازم تبص عليها. موبايل انت مجنون؟ انا لسه شايفه كنت بتسرقيه، ما تجيبي هصرفهولي. يلا يلا يا اهبل انت. انا اهبل؟ خلي بالك انا عارف ظابط المنطقه وممكن ابيتك في الاسم النهارده. اه يعني انت عايزه دلوقتي؟ جيبيه وانجزي. خد تكنيله. يا مجنونة، هتضيعي نفسك عشان موبايل زي ده؟ ما هو ده اللي لقيته بقى، اعمل ايه يعني؟ طب تعالي معايا. اجي فين؟ هروح المحل اجيب لك فلوس. فلوس؟ ولا مش عايزه؟ لا عايزه فلوس. مساء الخير. اهلا وسهلا. كنت حاجزه عندكم غرفه من يومين. باسم مين؟ كارين عماد. موجوده. بس هيكون معاكي في الاوضه بنت اسمها صابرين. ما ينفعش اخد الاوضه لوحدي وادفع فرق السرير التاني؟ هو ينفع بس كده هتكلف كتير. مفيش مشكله، بس احب اكون لوحدي احسن. زي ما تحب. اتفضل. شكرا. بذمتك يا مروان، مش انا عملت المشهد ده احسن من البطل؟ يا ابني احنا جامدين قوي، بس محتاجين فرصه. بس تيجي الفرصه واتفرج هنعمل ايه. كده كده محدش هيقدر المقابله زينا. انجز انت، خلينا نمشي.
عندك مشهد ونصوره ونخلص. طب روح انت خلص سيجاره واجي وراك. ماشي. يلا يا ابني اتأخرنا. مروان ده هو انت ولا بقول لك ايه؟ هابت منك ولا ايه يا ابني؟ في ايه؟ مشهد عامله صح بتمثل عليا. يلا يا مروان عندنا مشهد بره انجز يا ابني. امشي متنح ليه كده؟ وحشتني قوي. مش عارفة ايش من غيرك. حلاوة يا حلاوة. والله انت ايه بقى ايه؟ شيل الشريحه بتاعتك بسرعه. شغوري اختي نبي عسل. الله 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 الله. والنبي يا بنتي يا صبرين انت معاك الذهب ده كله. الله حلاوتي يا اختي. يا جميل عليا. الو ايوه هو ايه اللي انا فين؟ انت مالك؟ انا فين يا اخويا؟ بقول لك ايه المطلوب مني؟ عاوز فلوس؟ لا مش معايا فلوس. ما تفطرش بيا تاني هنا يا دي مهزق يا معفن انت. الله انتك القرف. بقول لكم ايه؟ اعملوا حسابكم المره الجايه تاخدوني معاكم الاستوديو. ايه ده يا سعيد؟ هناخدك معانا الاستوديو. تعالى بس اما نشوف حكايه الاستاذ ده ماله. هو انت مالك يا مروان؟ متنشن كده ومش عايز تتكلم؟ لحتى النهارده مشهدك كان وحش قوي الصراحه. مش هصدقني يا عمرو. يا عم والله هصدقك بس قول. بس اوعى يكون اللي في دماغي صح وعلقت النجمه يا نجم. هي وصلت للنجمه يا ابن المحظوظه. ما عشان هزارك وده بقى انا مش هتكلم. يا عم ما تقول بقى. بقول لكم ايه؟ انا مش فاضلكم. يا عم اقعد. بيهزر معاك يا اخي؟ اقعد. ده انت بايخ قوي. ما تنطق يا عم. النهارده وانا في الاستوديو دخلت الحمام حسيت ان في حد. رجعت عشان ابص لقيت ايه؟ صدق صح، انا فعلا شفتك لما كنت متنح. كان فعلا في واحده في الحمام. واحده في الحمام؟ مين دي اللي في الحمام؟ انا عايز اروح اشوف الحمام ده. موضوع تهريج بقى، انا مش فاضلكوا بقى. لا يا عم وسع. ما انا وديني ما انا سايبك غير لما تقول لي ايه حكايه الواحده دي. وديني ما انا سايبكوا لما اروح الحمام اشوف مين دي. انا جيت مخصوص من القاهره لما احمد حكى لي عن حاله هناء. يا دكتوره انا بنتي اتلبست يا حاجه. مفيش الكلام ده دلوقتي. وبعدين منى قالت لي ان صاحبتهم في السكن انتحرت، يعني ممكن جدا الحزن الشديد لما كتمته جواها مع ضغوطات الحياه طبيعي هيجي لها انهيار عصب. بس يا دكتوره هناء بعد الواقعه دي كانت حالتها كويسه جدا، كانت نفسيتها كويسه. احنا كنا بنحضر، المفروض فرحنا كان بعد اسبوعين. مبروك. ايوه يا دكتور ايوه. انا عندي واحد شيخ
هو قال لي بنتك اتلبست واللي عليها كمان نطق، بس عليها كم بنت. طيب عموما انا هتبع معها طريقه علاجه وان شاء الله هتجيب نتيجه كويسه، بس هو انا ليه حاسه كده ان هي ضعيفه؟ ضعيفه زي دكتوره ده بتاكل كويس قوي وبتاكل كتير. مفهوم ايوه فعلا يا دكتوره بتاكل كتير جدا، انا لسه من شويه شايله من قدامها الاكل. ادخل. يا مساء السكر على الناس العسل. ايه ده يا اخواتي، احنا معانا اجانب هنا في الدار ولا ايه؟ يا ويلكم يا ويلكم. هاي انا كارينا اداب انجليش من مطروح، وانتي؟ انا اختك صابرين كليه نصم ومعلومات جامعه القاهره. ايه اعمل لك شاي تشربي شاي معايا؟ لا مرسي ربنا يخليك، ممكن اجيب لك حاجه احلى من الشاي. ايه والنبي استني ماشي اما نشوف. اتفضلي هتعجبك. تسلم ايدك، ايه الجمال ده بس. على فكره بقى انت لو بتخافي تنامي لوحدك انا ممكن اجي انام جنبك على السرير اللي هنا ده، انا عادي ما عنديش مشكله. لا انا بحب انام لوحدي. ايه ده انت قلبك جامد بقى، ده انا بخاف انام لوحدي. ايه ده؟ ايه يا بنات؟ انتوا ايه اللي مسهركم لغايه دلوقتي؟ لا ابدا يا مدام، ده انا بس جيت لها علشان اطمنها كده واعرفها ان انا اختها موجوده جنبها لو احتاجت اي حاجه. برافو عليكي، انتوا هنا كلكم اخوات، لو احتاجتوا اي حاجه تعالوا لي على طول. ماشي؟ ماشي. يلا تصبحوا على خير. انتي من اهله. يا ولد الهرم، تصورنا واحنا مش عارفين. بتقولي حاجه؟ أيها العاشق الخفي الذي لا أراه، أعلم إنني أحبك بل أعشقك. لا تغضب مني، لم أقصد إيذائك، ولكنه لم يحن الوقت بعد. وقتنا قادم، غدا قادم، فغدا قادم، نعم غدا، لي ولك، لي ولك، لي ولك. شافت الكاميرا ولا ايه؟ كده اكيد شافت الكاميرا مادام بصت كده. دي بتدور على ناموسة. دي بتدور على ناموسة. هانت، النهاية قربت يا حبيبتي. أما حتة ناموسة، أنا عرفت إن صاحب الفيلا ما ماتش، وده أكيد. عرفت إن في ناس قرايبه في الأقصر وأنا هسافر لهم، بس أنا بقالي فترة براقب شيرين، لاحظت إن خروجاتها كلها ما بتتغيرش، بتتردد على محل أنتيكات بتاع واحد اسمه الخواجة.
الناس كلها بتقول عليه ده راجل طيب، بس انا لما دخلت المحل اكتر من مره حسيت انه هو راجل غامض، مش زي السمعه اللي طالع عليه، جمله والناس حفظتها وبترددها وخلاص، كلام بيتكرر بين الناس وبس. ايوه يعني ايه اللي يخلي الناس تقول كلام هي مش مقتنعه بيه؟ الناس عامله زي البغبغانات عماله تردد الكلام وبس، ما فكروش هو بيساعد دي او فين الناس اللي بيساعدها دي، الناس هم نفسهم بيتكلموا في حقه. ايوه بس اكيد السمعه دي مش من فراغ برضو. طب انا حاسبت لك، البواب اللي بيشتغل عنه بيقول عليه انه راجل طيب وابن حلال وبيساعد ناس كتير، مع ان لما بيجي يحاسبه على فلوس الصيانه بيحاسبه بالسحتوت والمليل. قلت له طب انت عرفت منين ان هو راجل طيب وابن حلال؟ تفتكر قال لي ايه؟ البواب اللي قبله، يعني جمله الناس بترددها وخلاص. انا مش عارف اقول لك ايه يا استاذ رافت، انا كل اللي اعرفه اني انا مش هقدر ادخل الفيلا، مش هينفع ادخل الفيلا وافتش في الاوض بتاعتها، مش من حقي. طب انا عايز ادخل الفيلا. ما ينفعش، دي مصيبه، انت عارف يعني ايه تدخل فيلا كلها بنات؟ طب انا عندي فكره. اديني يا سيدي ونور عيني بحط لك رز اهو للعصافير، عشان ايوه ينزلوا، ايوه يا حبيبي ينزلوا هنا ويلعبوا معاك وتفرح يا ضي عينيا. وانا ليا غيرك يا حبيبي، ليا غيرك، ده انت ضي عينيا ونور عيني اللي بشوف فيها، فرحتك تسوى الدنيا وكنوزها يا حبيبي وروحي انت. ايوه قرب مني هنا، دول قربوا ييجوا خلاص، تعالى 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 شوف شوفهم هييجوا، تعالى تعالى. بتغني يا ابو شهاب؟ الله، انت مش شايفني باكل العصافير؟ عصافير ايه؟ ده انا من يوم ما جيت الجنينه دي ما شفتش عصفوره واحد ربنا. كل حاجه وليها وقتها. كل حاجه وليها وقتها؟ طب بالله عليكي فهميني، الارض دي كل ما تزرع الزرع فيها يموت تاني يوم، في ايه يا ام شهاب؟ يا عم ريحان، انت مش مدام فريده فهمتك وقالت لك طالما عايز تاكل عيش هنا يبقى ما تسالش كتير، ايه رايك بقى تاكل عيش؟ اه، وبالمناسبه انت لو شايف شغلك صح هنا في الجنينه هتخضر وتزرع وتبقى زي الفل كمان. عن اذنك يلا بينا، يلا يلا بينا. يلا انا هنعمل اولادي شكلها هي اللي دق عصافير. انا جيت اطمن على هناء قبل ما اسافر، هي فين؟ هي في الحمام بتاخد شاور، بقت كويسه الحمد لله. طب كويس. طب والعلاج اللي انا اديته لها في استجابه؟ بصراحه العلاج اللي حضرتك كتبتيه كويس جدا، وهي بتتكلم بشكل طبيعي الحمد لله. طب انا هعمل قهوه، حضرتك تشربي قهوه ايه؟ لا خلاص مش هينفع صدقيني عشان متاخره. لا والله ابدا ولا يحصل، لازم تشربي القهوه. امال ايه ده، انت وش السعد ووش اللي انا. اقعدي يا حبيبتي القهوه يا بولا. حاضر عينيا. يا هناء امشي بنتي مالها. فيفا شريهان، فيفا.
وصلوا. بنتي بنتي اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله بنتي حبيبتي يا حبيبتي، اديها الحقنة اديها الحقنة. انت بتهزر صح؟ لا طبعا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. يعني انت موافق على كلام الراجل اسمه رأفت ده؟ بيني وبينك انا في الاول ما كنتش موافق، بس لما فكرت اقتنعت. وانت مالك اصلا بالموضوع؟ وافرض ان البنت فعلا تفشلها من ابوها. طب افرض بقى ان الناس دي طلعوا فعلا بيتاجروا في الاعضاء البشريه واحنا مش حاسين. اعضاء بشريه؟ يعني عندهم الفيلا دي وعندهم فلوس وبيتاجروا في الاعضاء البشريه؟ ما افتكرش، ده هم كلهم اتنين ستات. بص بصرف النظر ان انا ما بطيقش اللي اسمها شيرين دي غداره كده ونمكيه، بس لا يا مارو اللي في دماغك مش صح. ولا قول لي صحيح، هتخلي مين يخش اوضتها يفتشها؟ انا لما فكرت لقيت ان احنا ممكن نكلم هناء ومنى. احنا لينا كلام معاهم، وفي نفس الوقت هم كانوا اصحاب مين اللي قوي الله يرحمها. فكره حلوه تصدق، بس تفتكر هيوافقوا؟ نجار مش هنخسر حاجه. طيب يلا بقى نقوم عشان احنا بكره عندنا يوم طويل جدا. يلا يا مارو. انا يا حاجه هروح الفيلا دي بنفسي وهشوف ايه اللي حصل لهنا، لانها واضح طبعا انها تعرضت لانهيار عصبي شديد مخليها تفقد الوعي والتصرف. يا دكتوره يا دكتوره انت مش عايزه تصدقي ان بنتي اتلبست. يا حاجه مفيش الكلام ده. عندك حق يا دكتوره، بس هناء الفتره اللي فاتت صوتها كان متغير وبقت شخص تاني خالص بصراحه. ايوه ما هي طبعا الحاله اللي هي فيها تعمل ده، بعدين هي هربانه من حياتها مش عايشه حياتها الطبيعيه، هربانه في دنيا تانية. وبعدين بصراحه هي كده ممكن تعمل في نفسها حاجه. يا لو يما تعمل ايه يا دكتوره؟ يا حاجه ما تخافيش انا هفضل معاها مش هسيبها ابدا لحد ما تخف ان شاء الله، بس انا لازم اروح الفيلا واعرف ايه اللي تعرضت له، واضح انها حاجه كبيره. انا لازم اسافر معاكي يا دكتوره. خلاص اتفقنا، بس يا حاجه خلي بالك انا لازم احجزها عندي في المصحه. يا لهوي ايه اللي بتقوليه ده يا دكتوره؟ السرايا الصفرة؟ يا حاجه لا صفرة ولا خضرة، على فكره المصحه دي بتاعت بابا وانا اللي بادرها، وعلى فكره كمان هي مجانا. يا دكتوره هو في حاجه دلوقتي اسمها مجانا؟ كل مصاريف علاج هناء يا دكتوره انا متكفل بيها، هناء في حكم مراتي دلوقتي. حسين بيه، أنا جبت لك معلومات خطيرة عن فيلا موسى دليل وشيري وفريدة ممتاز. إيه هي المعلومات دي؟ هو مش هاب؟ نعم يا مدام. شيرين فين؟ نايمة. أنت لسه راكبة دماغك؟ أنا قلت لحضرتك يا مدام أنا برا اللعبة دي. بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ ده انت اساس اللعبه دي. كفايه اللي حصل لي، انا ما بقتش قادره خلاص. العمر جري ومحدش عارف اللي جاي شكله ايه. عن اذنك يا مدام. مساء الخير يا مدام. كنت عايزه استاذن حضرتك اني هتاخر النهارده شويه عشان احضر فرح صاحبتي. هتتاخري لامتى يعني؟ لا مش عارفه، بس هحاول اجي بدري. يا ريت ما تأخريش عن الساعة 12. حاضر يا مدام، متشكرة. خالتي 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 عايز ايه؟ عايز سلفة. سلفة ايه؟ ده انت واخد مرتب الشهر الجاي. لا انت مش فاهمة، ده مرتب الشهر اللي جاي، انا عايز سلفة. وانا معيش فلوس. معكيش فلوس؟ امال النغنغة اللي انت عايشة فيها دي كلها الفلوس دي هتعملي بيها ايه؟ قلت لك معيش فلوس. كده يا خالتي؟ أنا مش خالتك. لا خالتي، أمي قالت لي إن هي اتبرعت بدمها ليكي، وطالما إن هي اتبرعت بدمها تبقي أنت أختها، يعني أنت خالتي. يا ربي، يعني الناس اللي بتتبرع بدمها دي كلها أخوات؟ طبعًا طبعًا. ده غور من وش السعادي. ماشي، هغور من وشك السعادي. أجي لك الساعة كام؟ يا لهو، امشي امشي غور. كل واحد منه لله. يا غربي، ربنا يسد نفسك.
يا حماده عايزك تجيلي المكتب دلوقتي حالا. من عينيا يا باشا، تحت امرك. عايزك في شغل مهم بسرعه. حالا يا باشا، حالا يا باشا هكون عندك. ماشي، اتفضل اتفضل. باشا، مين الباشا اللي بيكلمك ده يا ولد؟ ما تشغليش بالك، خدي بس ماشي نفسك بالاتاري ده وتعالي لي بكره اكون عملت التليفونك سوفت. سوفت هنسوف. هيكون عايزني في ايه؟ اكيد في حاجه مهمه، ده اول مره يستدعيني عنده في المكتب. Look, really this place is very beautiful. We can make here a wedding, big party for beer's day around the piscine. Will be beautiful and maybe we can make inside class ballet or Zumba. Titi, we cannot do that. You know, this place, I'm not the only owner of this place. It's not my decision actually. There is Farida too and you know. أنسة شيرين. في واحد مستنيك في المكتب جوه. واحد مين؟ لا ما اعرفوش بصراحة. Okay. I'll get back to you. عايز حاجة؟ يا لهوة على اللغة، في كده يا ناس. عايز حاجة. ريبيت. أنت عايز حاجة؟ أنت عايز حاجة. أنا عايز حاجات. حاجات. أنت مش طبيعية. أنا مش طبيعي. لا أنا صناعي بس مولود كده سبحان الله. أنا ماي نيم إز سعيد. سعيد تاكلي سندوتش لحمة؟ لحمة؟ لحمة. أنت مش طبيعي. أنا طبيعي. طبيعي جدا. لحمة. لحمة يا ناس. سعيد. لحمة يا ناس. يا ابني ده بتعمل إيه؟ هتفضحنا الله يسلمك. استنى أنا ما أكلتش لحمة بقالي سنين. لحمة إيه يا؟ أنا ما بشوفهاش إلا في التلفزيون اللحمة. يا لحمة بس مش هينفع هنتفضح. حرام عليك وعايز آكل لحمة. هجيب لك سندوتش لحمة دلوقتي. أتيتة. نسكت. أتيتة. مالك يا نوج؟ كارثة كارثة يا صابرين. في ايه يا بت قلقتين؟ الواد عماد بتاع البت ليلى بعد ما عمل عملته معاها بيتهرب منها وبيقول انه مش جاهز ماديا. المصيبة بقى ان بطنها بقت قدامها وبدأ يظهر عليها الحمل. يا نهار اسود. يا ابن الهرمة انت. طب وبعدين؟ احنا كده لازم نتصرف في فلوس. بقول لك ايه؟ اعملوا حسابكم انتوا هتيجوا معايا الفيلا تراقبوها. يعني ايه؟ يعني هتيجوا تقعدوا معايا لغايه لما نحقق المراد. اسمعني كويس. تحت امرك يا باشا. انا عايزك تدخل فيلا من غير ما حد يشوفك. إيه، انت ناوي تحبسني يا باشا ولا ايه؟ انا لو عايز احبسك احبسك يا حماد. احنا عاوزينك تخش الفيلا وتطلع الدور الثاني تحط الكاميرا في اوضه فيها، تمام؟ وتحولها لنا على الموبايل. انا شاكك ان الفيلا دي فيها حاجه مش طبيعيه. إيه، انت تؤمر يا باشا، انا تحت امرك. امسك العنوان اهو. تمام يا باشا. الفيلا دي تدخلها بالليل. ها انا تقريبا عارف المكان ده كويس. تحت امرك يا باشا. استاذنك انا. سلام عليكم. انا مش عارف انا ازاي وافقتك على كده. علشان عاوز تعرف الحقيقه. كرينجا باب 15 جنيه وخافت تتسرق مني. صباح الخير على احلى بنات في الدنيا. عاملين ايه؟
تمام. طب امال مالكوا في ايه؟ مفيش. وبعدين انت لسه ما خرجتيش؟ لا ما انا خلاص يعني غيرت رايي مش هخرج النهارده. وبعدين بقى قولوا لي مالكوا بقى بجد؟ مش احنا اخواتي يا بنات؟ بقى تخبوا عليا يعني؟ عموما براحتكم. بصي بصراحه احنا شاكين ان في حراميه هنا. حراميه؟ ازاي؟ معقول الكلام ده؟ ليه انت في حاجه ضاعت منك ولا ايه؟ ساعة ب 250 جنيه. كم؟ ب 250. يا ابن الحرامية، تاخدها مني ب 20 جنيه بس. أنتِ بتقولي حاجة؟ لا يا حبيبة قلبي طبعًا ما بقولش حاجة. حبيبتي عشان كده أنا قلت أخبي حاجتي. طبعًا برافو عليكي صح، لازم تخبيها طبعًا. على فكرة أنا كمان هخبي حاجتي. الله، في إيه؟ في إيه يا جماعة؟ إحنا ساكنين فين إحنا هنا؟ في محطة مصر ولا إيه يا جماعة؟ في إيه بجد؟ بس على فكرة بقى، أنتِ كان حقك تبلغي صاحبة الفيلا دي، قولي ليه؟ ليه؟ عشان ممكن تكون الست اللي بتشتغل تحت دي هي اللي تكون بتسرق الحاجات. لا 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 احنا مش عايزين مشاكل. وبعدين انا قلت لها اصلا ان هي ممكن تبقى وقعت في اي حته وخلاص. صح معاكي حق، صح. بس انا متاكده ان في حراميه هنا يا حبيبتي. خلاص بقى خلاص بقى ما تزعليش بقى. بقول لكم ايه، ده انا عامله لكم حته فطار يستاهل بقكم والله. يلا تعالوا افطروا معايا. طيب ماشي، هخد ايه، هحط حاجه وجايين وراكي. جايين وراكي. أيوة على طول. جايين. طب خلاص ماشي هستناكم. ماشي يلا. نهار ابيض على الجمال. ايه ده؟ الله، هوبا. ايه ده؟ يخرب بيت حلاوتك. اتفضل يا سعيد. يا نهار ابيض. قول انا اسف. دي اوضتك. هو انا هقعد هنا لوحدي؟ لو مش عايزه حد معاكي في الاوضه ممكن تدفعي تمن السرير التاني، يا اما تستني لما تيجي بنت تانية. لا 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 تمام، انا عايزه بنت تبقى معايا. تمام، اتمنى لك اقامه سعيده. ميرسي. تعالي يا مشهد. ميرسي. روحوا مع ام شهاب توريكوا اوضتكم. اتفضلوا معايا. دي بنات جديده؟ ايوه. هتقعديهم فين؟ في الاوضه اللي على اليمين. طب وليه ما تقعدهمش في الاوضه اللي على الشمال؟ النقاش خلصها وبقت حلوه قوي. يا سلام، يعني لازم اوديهم الاوضه اللي كانت فيها سماح ونيلي؟ مسيره هتسكن كده كده. لو سمحتي يا مدام فريده، انا ينفع اخش اعمل قهوه؟ انت هتعملي قهوه دلوقتي؟ ناويه تسهري ولا ايه؟ ايوه، في مشكله عندك يعني ولا حاجه؟ لا هو لغايه دلوقتي مفيش، بس شكلها كده هيبقى في مشكله. نعم، المطبخ هنا اهو، روحي اعملي القهوه. روحي. ايه دي ندى؟ فين امال؟ هتتاخر وانا اديت لها اذن. فعلا؟
طب انا هاخد اذن انا كمان عشان هتاخر. انت بقيتي تخرجي كتير قوي. خليكي في حالك. اتفضل. حلوة قوي الاوضه والفيلا، بس مش غريبه ان مكان زي ده يكون رخيص قوي كده؟ هو احنا كده ما بيعجبناش العجب، لا الرخيص عجبنا ولا الغالي عجبنا، وبعدين نتعجب من اللي بيحصل لنا وبيجرى لنا. قلبك ابيض يا ام شهاب، وبعدين لو احتاجنا حاجه نفسك معانا يعني، وعايزين ندوق طبيخك. احنا هنا كل واحده في حالها، اللي عايزه تطبخ او تعمل فنجان قهوه تعمله لنفسها. اكيد مدام فريده عرفتكم التعليمات، يا ريت نلتزم بيها. طبعا ده لو انتوا عايزين تحافظوا على مكانكم هنا. ان شاء الله. شكرا يا مشهاب. ايه ده يا شاطر، خليهولك، مشهاب ما بتاخدش الكلام ده. يا خساره، حسرتي عليك يا مشهاب. شفتي يا فريده وشيرين وصلتوني ليه؟ بابا بعت لي الألف جنيه. اخيرا هروح ادفع فلوس الكورس. هتبداي خلاص؟ اه يا بنتي من بكره على طول. انت ايه، مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا انت عارفه ظروف بابا يعني، وبعدين انا الصراحه يعني كسفت اقول له في الظروف دي. طب بصي هقول لك على حاجه، انا عندي فكره جامده جدا. انا ممكن لما اروح الكورس اصوره لك بالموبايل بتاعي، وتاني يوم اجي اشرحه لك وكانك اخدتيه، ايه رايك؟ ماشي ماشي. مساء الخير يا بنات، انا ليلى قاعده في الاوضه اللي جنبكم. ازيك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه. انت في جامعه ايه؟ انا في جامعه القاهره. وانتم؟ برضو زيك. بجد؟ طب كنت عايزه حاجه؟ لا ابدا مفيش، انا بس كنت جايه اتعرف عليكم. ماشي بعد اذنكم. باي. اتفضلي. ايه السخافه دي؟ انت عملتيها كده ليه؟ بقول لك يا بنتي دي انا من ساعه ما شفتها وانا مش طايقاها. حرام عليكي، انت شكلها غلبانه. وانا بنتي اللي غلبانه، وبطريقتي بابا اللي انت فيها دي بقى. ايوه يا طنط. يا طنط انا ما عملتلهاش حاجه. طب اساليها كده، اساليها هي تقولك. يا طنط صدقيني. طب انا لما اقابل حضرتك انا هفهمك على كل حاجه. الفكره كلها ان انا مش غلطان فيها. طب اساليها هي. مروان وحشتني. نيلي انت فين يا نيلي؟ انت عايشه ولا انت؟ وحشتيني قوي. ستوب نيلي. مين يا استاذ؟ انت بتمثل في مسلسل تاني ولا ايه؟ اسمها نوع يا استاذ. ايه التحريك ده يا استاذ؟ اصل في ايه يا ابني؟ مالك؟ انا تعبان يا عمر، تعبان. تعبان في ايه؟ طب اهدى. طيب اهدى. معلش يا استاذ، هاخده بس اروح الحمام وارجع تاني. انا اسف يا استاذ، انا اسف. تعالى تعالى تعالى. انت كويس؟ تعالى. في ايه؟ تعبان. تعالى. نعم. لا معلش انا اسفه، انا سمعت صوت طفله صغيره. انتوا عندكم اطفال؟ لا يا اختي ما عندناش اطفال. ازاي؟ سمعت صوت بيبي صغير بتعيط. متهيألك. متهيألي؟ مش عارفه. خش اوضتك.
اوكي انا اسفه جدا. تصبحي على خير. وانت من اهله. خش اوضتك. شايفه على يمينك فوق في كاميرا. يلا ما تبصيش لغاوي. هي كل الاوض كده؟ ايوه بس انا عارفه مكان كل الكاميرات هنا فين. طب بصوا في الاوضه اللي جنبنا بنتين انا لسه كنت عندهم معاهم فلوس كتير قوي. لا بقولك ايه، احنا مش هنسرق فلوس من بلد تاني خالص، احنا هنسرق الست صاحبه الفيلا بس. بصي انت هتقفي بره في الجنينه تراقبي الجو، لو لقيتي شيرين جايه ريني عليا على طول، انا عامله موبايلي فايبريشن ماشي. وانت تقفي في الطرقه لو لمحتي ام شهاب جايه ولا مدام فريده ريني عليا على طول. تمام. لا والله انا خايفه. بلاش لمتي كده بس. اجمد ايه؟ كله بسببك الله يخرب بيتك. بس بقى انتوا الاثنين خلصوا بقى القرف. ها انت ايه؟ ماشي. هتقفي بره في الجنينه تراقبي الجو، انت هتقفي في الطرقه. ماشي. تمام. سلام مؤقت. ممكن بقى يا سيدي تفهمني كملك في ايه وانت اصلا حافظ ومركز زي الفل؟ فجأة لقيتني اللي واقفه قدامي. اللي واقفه قدامك؟ ايوه. واقفه قدامك فين؟ واقفه قدامي هنا وانا بمثل المشهد، لقيتها بتكلمني. وقالت لك ايه بالظبط؟ لقيتها طلعت كده وبتكلمني وبتقولي انت طب والله وحشتيني كده يعني. تمام. انت فقت دلوقتي؟ يا عم انت فاكرني مجنون ولا ايه؟ بقول لك شايفه قدامي. يا مروان مصدقك، بس احنا عندنا الاهم دلوقتي، عندنا مشهد ممكن تركز فيه. والله كنت مركز وحافظ كل حاجه، بس لقيت نيلي طلعت قدامي. صدقني يا عمرو والله العظيم انا مش بكذب عليك. مروان يا حبيبي والله انا مصدقك. تعالى بس عندنا مشهد نقديه بعد كده نتكلم في الكلام ده بعدين. انا جاهز. قول له ان انا تمام وكل حاجه. طيب هات التليفون. اتفضل امسك التليفون. انا جاهز يا استاذ. اتفضل. خلاص ماشي.